هنا صدق حلمي وبدأ قالوا عني زمان موهم بيضيع. ميسر محمد من فلسطين من غزة سيتي ديفولبر في شركة ماينينج سيتي ومشروع المية دولة. طبعا هذا البزنس اللي أنا شغال فيه حاليا شغير كثير من حياتي. انتظرونا يوم 31/8/2020 الساعة 10 مساء مع أقوى إيفنت في الشرق الأوسط وفلسطين. واديني سبب من هنا قررت بعد ما فكرت امشي عالصعب وعرفت انا لما كبرت ان اللي تفكر في ازمة كان خوفك من. انا محمد النواشفة من غزة حاصل على رتبة البيلدر في شركة ماين سيتي. طبعا ادرس هندسة بدأت اعتمد على حالي بعد توجيهي في هذا البزنس. طبعا ما اعرف التفاصيل وما اعرف كيف البدء بهذا البزنس الرائع. تزورونا في نهاية الشهر 31/8 يوم الاثنين. هنا سدت حلمي وبدت قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي. جماعة الله يعطيكم ألف عافية ويسعد مساكم جميعا. طبعا في البداية بحب أعرفكم عن اسمي. أنا اسمي محمد الزرد من فلسطين من غزة تحديدا. بلدر لدى شركة ماينينج سيتي في مشروع المية دولة. طبعا صار هذا البزنس عبارة عن دخل أساسي إلي ولعائلتي وكان تغيير كبير في حياتي. وأنا بشتغل في البيت وقت ما بدي بكل أريحية. لتعرفوا التفاصيل خليكم على الموعد بتاريخ 31/8 وانتظرونا في كل التفاصيل. بتمنى لكم كل التوفيق ويومكم سعيد جميعا. صدقني في يوم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان وعشان انت بطل من جواك. سباح من فلسطين مستثمر في شركة ماينينج سيتي وأعمل ضمن فريق مشروع 100 دولة برتبة رايزنج بيلدر. قررت أشتغل بهذا البزنس لأنه بقدر أشتغل من البيت بدون مجهود. طبعا بقدر أقول لكم أنه هذا البزنس غير لي كثير في حياتي. لتعرفوا أكثر عن مشروع 100 دولة وماينينج سيتي خليكم على موعد مع الميتينج الأقوى على مستوى الوطن العربي يوم الاثنين 31/8 الساعة 10 مساء بتوقيت فلسطين. انتظرونا. أنا محمد سمير محمد من غزة مستثمر في شركة المايننج سيتي ومشروع المية دولة حاصل على رتبة الرايزنج بيلدر وإن شاء الله عما قريب رتبة البيلدر. قررت أني أنضم لهذا الشغل لأني بستطيع العمل وأنا في البيت. هذا الشغل كان له أثر كبير في تغيير حياتي. بانتظاركم إن شاء الله يوم 31/8 الساعة 10 مساء لحتى يكون عندكم فرصة كبيرة للانضمام لمشروع المية دولة وشركة ماينينج سيتي. بانتظاركم الساعة 10 مساء. انت